المهم هي ما قدرناش نتصوروا ديك الناس بالحق، هي شافت كل هي شيء، هي شافت كل شيء وهي بالعلم ديالها هادشي هذا. ديك الناس كاملين تواصلوا معاها، المهم هضروا معاها ودعوا معاها، وصراحه تاثرت ديك السيده بزاف وبكات والله العظيم. واي واحد شبر شي درهم في يده قسما بالله الا كيشبر واحد الحلقه وكيبكي وكيبقى كيدرع كيتا لا لاباس عليكم، بخير، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين، واللي عطى شي حاجه كيعطيها من الله ان شاء الله يا ربي. المهم قلت لهم والو ياك؟ اه باقي ما قلت لهم، قلت لهم والو ان شاء الله واخا غادي نقولوا لك تخلصنا. الله يهديك. الامانه الى اهلها، الامانه دموع عليها، الامانه هادي ما تبقاش عندي هادي. داكشي عليك، الله يثبت العمل. امين يا رب. الله يثبت العمل. المهم العائله، السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والله يرزق كل واحد ان شاء الله يا ربي. المهم الخوت، هذه واحد الامانه سردتها واحد السيده لا داعيه اللي قالت هي في قوله، قالت يعني حنا هادشي هذا كنعملوه ماشي باش نتشهروا ولا. المهم هذه واحد الصدقه اللي خصها تبقى بينا وبين اللي خلقها. المهم حنايا غير كنبينوا للناس، وباش الناس بزاف كاين الناس هيدا شاده باش الناس، المهم كل واحد كيعرف راسو شنو كيعمل. هذه واحد الامانه على الرقبه ديالي، وخصني نحيدها معليا على التقليد ديالي. هنايا 400 الاورو و 14000 فرنك وجوج دراهم، يعني 4000 و 4000 و 140 درهم، جوج دراهم وجوج دراهم. المهم خوت، كنتمنىكم كاملين تدعيو مع هاد السيده، كنطلب منكم الدعاء واخا ما كتعرفوهاش، يعني دعيو معاها وصافي. مسكينه هي طلبت الدعاء وخرجت هاد المقدار، هاد الصدقه قالت تصدقوا بها على الناس اللي محتاجين ديالها وبنتها. يعني بنتها مريضه، يعني طلبت منكم الدعاء ديالها وبنتها والولد ديالها ويعني جوج البنيتات واسره، وصافي دعيو مع هاد الاسره كاملين بالهدايه. وواحد الولد ديالها عاوتاني كتقول دعيو معاه بالهدايه، الله يهديه ان شاء الله يا ربي. امين يا ربي، امين، ويعفو عليه ويعافيه ان شاء الله يا ربي. ثم كتعرفوا الوقت صعبت. المهم هادشي هذا غير باش تعرفوا هاد المبلغ اللي صيفطت هاد السيده هادي، حنا بغينا اننا نبينوه غير باش كاين الناس اللي محتاجه، وحنا ما نخسروا حتى شي حاجه. هاد السيده هادي صيفطتنا هاد المبلغ الا وغادي نديوها نفرقوها على شي ناس، غادي نفرحوهم، وحتى هي ملي غادي تشوف هاد الشيء هذا غادي تفرح، وغادي يفرحوا داك الناس مساكن. دابا نتوما حنا مقبولين على عيد الفطر ان شاء الله يا ربي، وكاين الناس اللي محتاجه في الحويجه ديال العيد خصها تفرح وليداتها، وكاين اللي ما عنده شي، كاين اللي عنده جوج ثلاثه اربعه د الوليدات وما قادرش مع الظرفيه صعيبه، خصصنا واحد المبلغ اللي غادي نفرحوا به واحد 10 د الاسر ولا 8 او 11 او 12، المهم غادي نقسمو. هي كتجي واحد 400 درهم لواحد، هنايا يمكن غادي نعملو 400 درهم 10 د الاسر ان شاء الله يا ربي اللي غادي يفرحوهم، و 400 درهم تمشي لداك الوليدات ان شاء الله يا ربي، او لشي حد مريض او هادي. قالت لي من الناس اللي كيستاهلوا فاطمه الزهراء، كنتمنى قالت لي تعطيها لشي ناس اللي غادي تدخل الفرحه على القلوب ديالهم، يعني واخا يكون ديك المقدار اللي هو بسيط. المهم انا اقترحت عليها الفكره، قلت لها شوف انا يعني كاين الناس بزاف اللي محتاجه، واش فهمت؟ يعني كاينين الناس بصح واقفه والناس محتاجه، يعني غادي نقسموا هذا المقدار هذا على 10 كما قال محمد، وبزاف الناس اللي غادي يفرحوا، يعني ما يفرحش واحد او جوج، يعني نقدروا نفرحوا 10 الناس. الا عملنا 400 درهم في صبري وعطيناها لكل واحد غادي، المهم غادي تكون واحد الفرحة، غادي تكون واحد الفرحة. غير واحد النقطة نقولها لكم الإخوان، شفتوا هاد الشيء هذا راه دابا حنا غادي نعملوا فيديو غادي ننزلوه، وكاين الناس اللي متبعيننا هنايا في المدينة وكيقول لك راه ما عطيتوناش شيء ولا خصنا ولا هادي، كتجبرنا حنا عملنا ديك المبادرة وعطينا وتصور داك الشيء وتشاف وما عندنا حتى شي حاجة في هاد الساعة. ونطلبوا الله عاوتاني ملي كيكون خير إن شاء الله، ملي كتجي شي حاجه. دابا في هذه المبادره الناس اللي
عطيناهم القفة بحال كريمة ومحسن، عطاو القفة عندك الناس بحال هادوك. دابا ان شاء الله يا ربي عاوتاني جهد المبلغ، وكاين شي ناس اللي كانوا قالوا هنا غادي نعطيهم دابا، وملي تجي شي حاجه اخرى عاوتاني ان شاء الله هاو يكونوا ناس اخرين ان شاء الله يا ربي. هادشي ما كان، الله يتقبل منك اختي، الله يسهل لك الامور، الله يفتح عليك، والله يبعد عليك كل ما هو خايب ان شاء الله، الله يعطيك صحه جديده ويجعل سيدي ربي ان شاء الله في ميزان الحسنات ديالك، ويقبلها منك ان شاء الله يا سيدي ربي، ويبعد عليك بهاد الصدقه كل ما هو خايب ان شاء الله يا سيدي ربي، ويصلح لك وليداتك والذريه وجميع العائله ان شاء الله في هاد العواشر هذه. يا ربي يا ميل عرفتو العائلة تلقياني مزيانين بخير الحمد لله. ملي كيوصلو كيما تلخرين صافي كيبقى فطور، كيبقى غير دي باني، غير دي باني دي باني صافي. والله العظيم هو دي باني اختي لي لك لي وحده، انا والله ما عندي مشكل قسما بالله احد انا باش معطل الله ما عندي مشكل. عرفت عاودنا نقصت يا اخو، جري من هنا جري من هنا، مشينا زعما نشوفوا الحوايج زعما العيال فعلا الدنيا معمره وشي حوايج ما جبرنا شن بزيت لا عشان نسيت لا من اللي عملتي قلت لكم جبرنا الدنيا عمره ونادم كي عرفتوا ما عندي ما نقول لكم. بسم الله ما موجودين فطور ما حتى شي حاجه. وزنا لعند معزل الحامل قال لي فاهم اليوم فيها نفطروا صافي، ما بقات نوبه ما بقات والو. قلت له صافي قال لا النوبه ديالك تعاطى ما كتجيش، قلت له النوبه ديالكم دغيا كتجي فيكم عليها شي صافي. ايوا قلت له هادشي معطل. ايوا صافي قال لي اليوم نفطروا مع النسيبه، ساعات انا غادي نطلعوا نفطروا مع لالا ومع عاود انا واختنا للسوق. ايوا رجعنا طلعنا بسم الله، يعني نعملوا شويه الكفته وني شويه التحميره والملح والكيمون وشويه ديال الابزار صافي. هنا غادي نعمل شويه الزبيده، انا ما كيعجبني شي الزيت بزاف والله ما كيعجبني. لا زيت زيتون شويه صافي فراسك هادي عرفتو كتعمل الزيت بزاف بزاف. انا محمد كيعجبو الماكله ماشي متشلقه، الماكله خطره وهي بلا هذا صافي. غنخليوها تقلى شتيتو، حنا من نسرطها بالكفته ديالنا، الكفته ديالنا ماشي ديالكو. ونجيب وهادي كفيته غادي نكوروها ونعدلوها. مطيشة لا ماشي ديالنا هاد الجيران، مطيشة هي بدات كطيب صافي. كفته غادي على هي محمد كيعمل هيك العيال ديك في نومه هي تي تخرج درا فيها. لا لا ما عرفتش الكاميرا كتبين الحقيقه. لا اختي دي الله معاك كتبين شويه صافي نكوروها. هادشي باين الجد من هنايا، شحال في هاد الكذا والسراتع، شنو اللي باين الجد؟ شنو؟ بسم الله هادي كتعرف شنو والدي؟ عليكم السلام. يا ويو فين بقيتي؟ علي سليم والله الا كنستنى وصاف كلشي منزل. هاد الطويجن ها هو واجد يامي يامي صافي. الشلاده انا تشهيت غير الشلاده ديالي ها هي حويتها ها هما واخلف الله يجعل بركه. محسن كيتشوف الحمد لله طالعي مكري عرفتي جيت وعقست نطلع قسما بالله. اجي تفطروا اجي تفطروا والله الا كريمه طلعوا تفطروا اجي يا مشاء امين يا ربي. ام حسين ومؤدبين طالعين بكري كتبانو قبل الاذان. ها شمالو عملوا
ان شاء الله. حيدا مريم راس ديك الساعه عملوا ديزلايك. سلامه فرام. سلامك يا كريمه. باي. ها الحومه ماما. هيا تبارك الله. دابا الشارع كيكون خاوي. انا قريبه ديور تشعيري شوف راه وما بويا قرابين على الدار ماما. كاين شي البعد بزاف. فين هي بيا؟ مزيان. ما جيت المغرب وخصك تحل بكا. ها؟ بحال انت راه هي. بحال انت. بحال انت تفريسه. ها؟ ديرتي غير واحده بشحال؟ 10 دراهم. 37 درهم. اه. 37 درهم الكيلو. شنو جبتي حتى الحليب يا عم؟ صار كل شيء واجد. لا بلاش. الله اكبر. الله أكبر كبيرة الحمد لله كتير. شنو جبتي؟ الفلفل المقلي. يا وادي أنا. بعد له الطبيسال. خافتي نخلي واكل لا بلا فطر ولا؟ ولا الشهوة ما قاتلك؟ رحمتها عليك. أنا شكون سيرة المرا كتصور. هذيك القادة هذيك. شنو وري؟ أي 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 أي. شو على شهوة شاب 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 وكادية. وشحال شريتي دابا هادشي؟ 10 دراهم. ها؟ 10 دراهم. أو ميزانية خصك الراجل بزاف. ما عندك المرأة مسكينة. إيوا بالصحة والراحة. فلفل أو فين كتشهي والحوت؟ حتى الحويتة تما. الصحة والراحة. بصحتك أنا عملت لك واحد طويجن ديال الكفيتة. والله الا ورا نشوف واش كاين. ها ها ويلا هاجي تشوف. ها هاجي تشوف. ها ها يلا الراس. تشوف على طويجين عملت لك. صح يا حويتات وشلاضه. عرفتي انا تشاهيت شلاضه من تم خلطه البصل تشوا مطيشه لتشين. بيرفكتو. يلا بسم الله. يلا يلا انا اسمع كرم مالي وانا جاي باش نشوف الكيك. يقول لي حطاجي نوع التورتيه. التورتيه كلها انت عرفتي قبيله تيقوس عندنا السوق. ايوا قال لي فين فطروا مع نسيبه. قلت له واخا ان شاء الله. ودابا غير جايده. ودابا عرفتي ملي جيت للدار ديالنا عكاس نطلع صافي عييت. الله اكبر كبير الحمد لله كثيرة. ودابا عاد قال لي والو ما عندكش الهضره والو سوقك خاوي. المهم خوت تبارك الله عليكم كيف ما شفتوا في الفيديو. نتمنى الناس كاملين يكونوا تفرجوا في هذا الفيديو باش يعرفوا شنو كاين. المهم خوت شكرا بزاف بزاف لك السيده الله يرحم الوالدين. المهم جينا باش نكملوا على هذا الفيديو. المهم اختي رحيم والله يرحم لك الوالدين. الله يجعلها صدقه مقبوله ان شاء الله يا ربي. والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالك. والناس اللي متبعينا كاملين كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين. واللي في بال ديالو شي حاجه ان شاء الله ربي يعطيها له والله يسهل عليكم كاملين. المهم خوت باش تعرفوا واحد الحاجه ديك الامانه ان هذه السيده هذه راه كل واحد دا النصيب ديالو. الله سبحانه وتعالى سخرنا لهاد الناس هادو هاد السيده هادي. حنا غير سبب. حنا غير سبب. والامانه هاد السيده هادي المهم هي ما قدرناش نصوروا ديك الناس. بالحق هي شافت كل شيء. هي شافت كل شيء وهي بالعلم ديالها هادشي هذا. الناس كاملين تواصلوا معها. المهم هضروا معها ودعوا معها. وصراحه تاثرت ديك السيده بزاف وبكات والله العظيم. واي واحد شبر شي درهم في يده قسما بالله الا كيشبر بواحد الحلقه وكيبكي وكيبقى كيدرع ويبوس فيا وكيقول لي الله يرحم والديك. كنقول له ماشي انا وما ماشي ديالي. انا غير يعني واسطه خير وصافي. انا ربي كتب هذه الامانه هذه باش نعطيها لك انا. اما هي دمواليها وصافي. هادشي اللي كاين الخوت. والحمد لله كانوا ناس اللي واقفين عليها والناس اللي محتاجين. وكانت منهم واحد الاخت اللي مريضه وكانت محتاجه التحاليل وجاو هذيك الفلوس في الوقت. واخا هي كانت دات واحد المقدار اللي زايد على اخرين. دات واحد المقدار اللي زايد على اخرين والحمد لله. المهم محتاجه هي محتاجه كانت محتاجه يعني وقالوا لي بلي واقفه على التحاليل. واضطريت انا نعطيها مبلغ اللي هو اكثر يعني مبلغ اللي هو كبير. والحمد لله بكات وقالت لي اش غنقول لك. بكات بكات بحرقه. قالت لي اقسم بالله الا كنت واقفه على هاد الفلوس هادوما. قالت لي يماها
قالت لي سردت لي 500 درهم ويماها مرا كبيره حتى هي غير واحد بنت اللي كتعاونها، وقالت لي وشوف ربي الحبيب، قالت لي ربي عنده كل خير. المهم الله يتقبل منها هاد السيده هادي، ودعيو معاها حتى نتوما، واللي مريض الله يشافيه، واللي محتاج بشي حاجه ربي يسر له الامور. امين. والحمد لله على هادشي هذا، وكنشكروها. الله يرحم الوالدين الجميع ان شاء الله يا ربي. الله يرحم الوالدين ديالنا وديالكم وديال الجميع. امين يا ربي. هادشي ما نقولوا. المهم باش تكون هاد السيده في العلم ديالها كيف ما قلنا لكم، راه توصلت بالامانه والناس توصلوا بالامانه ديالهم، واي واحد جبر شي حاجه الا وهضر معاها وتواصل معاها وكان بيناتهم واحد الحوار. الله يرحم لك الوالدين، هادشي ما نقول لكم، وشكرا. الله يرحمكم الوالدين، والسلام عليكم، وديما يو يو يلا فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي.